إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تحليل البيتكوين. لكن قبل البدء، أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، وتضغطون على الرابط من صندوق الوصف مباشرة. لا تأخذوا لا الاسم ولا الصورة، هناك نصابين كثر يريدون النصب عليكم. هذا الاسم والصورة مقلدين يستغلون شخصي، يعني انتبهوا من هذا الأمر. تضغطون على الروابط من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة. عندما تضغط على الرابط تجد نفسك عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معكم فيها أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية، مثل هذا الأخ اليوم يحقق 103% ويقول: السلام عليكم أستاذ وسام، حاب أشيد في دورتك الأكثر من رائعة، دورة مشبعة بالمعلومات المفيدة جدا. ليس فقط عرفت التحليل الموجي، بل صرت قناصا للأهداف وزاد عندي الصبر بعدما كنت مقامر من الدرجة الأولى. تلاحظون قوة التعلم. عندما يتعلم الإنسان يبتعد عن الصفقات، أو يبتعد عن التداول بالأحاسيس، يبتعد عن المقارنة، ويصبح يتداول بطريقة علمية، وهذا هو غرضنا. كذلك هذا الأخ يحقق 55%، 61%، ويقول: المنطق ثم المنطق ثم المنطق، شكرا لأنك علمتني المنطق وأخرجتني من 95% الفاشلين بتداولي، أصبح من 5% الناجحين، وهذا هو أمر جيد. الإنسان، تعرفون هناك إحصائية تقول أن 95% من المتداولين يخسرون أموالهم، لأن المهنة صعبة، ليست مهنة سهلة، وقد تخسرك أموالك، وهذا نقوله دائما. فبالتالي إذا أردت أن تصبح من 5% الرابحين، يجب عليك أن تقوم بما لا يقوم به 95% الفاشلين، وهو التعلم، وهو التعلم ومعرفة ماذا ستتعلم. أهم من التعلم معرفة ماذا ستتعلم. كذلك هنا هذا الأخ يقول: من لم يشاهد قناة العلم في الكاذب لن يتعلم، شكرا. يحقق 112 دولار في صفقة واحدة. إذن كما تلاحظون، هذه أرباح الإخوة المشاركين في دوراتنا التدريبية. كذلك نضع شهاداتهم صوت وصورة، صفقاتهم صوت وصورة، وكذلك نشارك معكم آخر العروض. والآن تعرفون هناك عرض مهم، هو العرض بوم اللي صار لمدة كبيرة. نحن نعطيكم عروض ونبقى فيها لمدة طويلة لتعم الفائدة، هذا هو غرضنا. تحصل فيها على دورة التحليل الموجي زائد دورة البريس أكشن، الكل ب 197 دولار. لكن الأهم بالنسبة لي ليس فقط الدورات، لكن الأهم هو الثلاث مجموعات اللي راح تحصل على اشتراك لمدة شهرين مجانا مع العرض. مجموعتين نقاشات فوركس وكريبتو اللي بأخيرة المتداولين لدي، يساعدونك على من تحترف، يساعدون يجاوبونك على أسئلتك. حصص مباشرة على الزوم يوميا للتطبيق، يوميا للتطبيق في المجموعتين. تم اختيار مجموعة من الإخوة الذين نثق فيهم لكي يقوموا بهذا الأمر، وهم يقومون به على أحسن وجه. وهناك مجموعة التحليل اليومي لأربعة أسواق: الذهب، اليورو، دولار، البيتكوين، وداو جونز. أنا الذي أحلل يوميا هذه الأسواق، وأضع لك فيديو على القناة، أنت تحلل كذلك نفس الأسواق وتقوم بمقارنة تحليلك مع تحليلي. والهدف هو أن يعني تحترف الطريقة، لأنه هي عبارة عن متابعة يومية غير مباشرة. وكذلك لديك الاستراتيجيات، الدخول والخروج من الصفقات. بالتالي مادام أنا لديك تحليلي، تعرف جيدا أنه عندك استراتيجيات لكي تفهم. أنا أعطيك رأيي في اتجاه السوق، لكن أنت لديك الاستراتيجيات والأدوات التي ستساعدك على المشي مع ذلك التحليل. إذن الاشتراك في هذا العرض قوي، الرابط في التعليقات أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط، تضغط عليه تتحدث معي مباشرة على التليجرام على الخاص، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ مسيرتك نحو 5% الناجحين. لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة التليجرام اليوتيوب، عفوا قناة اليوتيوب الجديدة العلم في الكاتب مباشر. وصلنا إلى 4000 مشترك، نريد أن نصل إلى 10000 قبل البدء بوضع فيديوهات في هذه القناة. تحذير: التداول مهنة خطيرة، يمكن أن تخسرك أموالك. لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي وتثقيفي 100%. لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تم عن قراراتك. قناة العلم في الكاتب لا تتحمل أي مسؤولية. كل ما نطلبه منك هو أن تراقب، تقارن، تشاهد. إذا أعجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى دوراتنا وإلى عروضنا. طيب، البيتكوين، ماذا لدينا في البيتكوين؟ لاحظوا معي، بيتكوين عندما كسرنا هذه القمة اللي هي مستوى 21100 دولار، ماذا قلت؟ قلت أنه هناك احتمال أن يعود السعر ليوقف في هذه الموجة هنا. لماذا؟ لأنه هناك في التحليل الموجي، ليس إليوت، التحليل الموجي الذي قمنا بتطويره، نظرية تسمى بنظرية التقفيل، تقفيل الموجات. هذه النظرية
تكون عندما يكون هناك شيء غير طبيعي في السوق. الشيء الغير طبيعي في السوق هو أنه بعد موجة دافعة يفترض أن يكون لدي تصحيح، لكن لما أحصل على موجة دافعة وبعدها تجيني موجة دافعة، هذا غير طبيعي. إذا الذي وقع أنه بعد هذه الموجة الدافعة جاءتني موجة دافعة أخرى، ثم موجة كسرت القمة، غير طبيعي. مما يعني أنه حتى لو عاد السعر وصعد وكسر، ضروري أن أحصل على هذه الموجة هنا، تقفيل على الإنفلات ثم صعود لكسر هذه القمة قبل النزول إذا كان هناك نزول. هذا ما قلناه، وقلنا أنه كسر مستوى $21,000 و100 لا يعني أنه خلاص البيتكوين هو متجه لمستوى $22,000، لأنه قلنا أنه هناك احتمال أن نحصل على نفس طول هذه الموجة هنا في 90% من الحالات، وفي 10% من الحالات قد يكتفي السوق بهذه الموجة ويعود، يكتفي السوق بهذه الموجة هنا ويعود، لكن لا زالت هناك مسافة يمكن استغلالها إذا أتيحت الفرصة. يعني قلنا أنه إذا عاد البيتكوين وقفل لنا هذه الموجة وأتيحت لي فرصة من هنا للبحث عن الصعود، ممكن أبحث عن الصعود، لكن يجب أن تكون لديك استراتيجية للدخول في هذه المنطقة، يعني نقص في الزخام، نطاق، كسر النطاق، منطقة تمركز أموال للبحث عن الصعود على فريم أصغر ربما، لأنه إحنا في فريم 4 ساعات، وإذا نزلنا إلى فريم 15 دقيقة ماذا قلنا؟ كان لدينا هذا النموذج، لاحظوا معي، كان بدأ يتشكل لدي هذا الريجولار فلات، تلاحظون هذا النموذج كان يتشكل لدي، وقلت أوكي هذا النموذج هو للصعود، لكن يجب أن يتم كسر تريند لاين أولا، يعني كسر تريند لاين ثم يصحح قبل البحث عن الشراء، والشراء هو فقط لكسر بعد كسر القمة وحول الخسارة إلى بريك، لأنه ممكن يصعد ثم يعود، هذا ما قلنا، ولم يحدث هذا الأمر، بالتالي بقي هنا ثم بوم نزل بقوة، نزل بقوة. طيب الآن هل يمكنني البحث عن البيع؟ حاليا لا يمكنني البحث عن البيع. أين هي المنطقة التي سأبحث فيها عن البيع؟ المنطقة التي سأبحث فيها عن البيع هو عندما يصل السعر إلى آخر جدار، هو هذا هو آخر جدار. إذا أحتاج أن يأتي البيتكوين يكسر هذا الجدار أولا، ثم يبدأ بالتصحيح، ثم هناك شروط يجب أن تتوفر في هذا التصحيح. هذا التصحيح يجب أن يكون في الثلث الأخير، يبقى في الثلث الأخير من الموجة الدافعة، مما يقول لأن البائعين أقوى من المشترين. وشيء ثاني هو أنه يجب أن يكون ملائما للموجة الدافعة، يجب أن يكون شكل التصحيح أو حجمه ملائما للموجة الدافعة الهابطة، وهذا إذا حدث هذا الأمر يقول لنزول لكسر مستوى 18100 ثم مستوى 17600. هذه هي المنطقة الوحيدة التي يمكن أن أبحث فيها عن النزول. لكن الصعود، هل وصلنا إلى نفس طول هذه الموجة؟ لنرى. لازال أمامي بعض المسافة، إذا نحتاج أن يعود البيتكوين إلى هذه المنطقة، ثم أي موجة دافعة قوية ثم تصحيح يمكن البحث عن الصعود، كسر مستوى 21480 يجب تحويل وقف الخسارة إلى منطقة الدخول، منطقة الدخول، تحويل وقف الخسارة إلى منطقة الدخول، والهدف راح يكون $22,000. الهدف راح يكون $22,000 فقط، وبعدها من هنا سنبحث عن النزول. لا تنسوا أننا في الموجة زد، لا تنسوا أننا في الموجة زد، W X Y، ربما هذا هو الإكس ويصعد ليعطيني الزد، والزد يعني اكتمال البنية للنزول. متى سأبحث عن الشراء على المدى الطويل؟ إذا حصلت على الزد أولا، ثم بعد ذلك حصلت على تصحيح كبير أكبر من هذا التصحيح وأكبر من هذا التصحيح، حتى يتم إعطائي موجة دافعة، تصحيح كبير للصعود، وحتى هذا الصعود عند وصولي إلى مستوى $25,200 وحول وقف خسارتي إلى منطقة الدخول، لكن هدفي سيكون مستوى $50,000. لماذا؟ إذا تذكرتم نحن ننتظر نفس طول هذه الموجة هنا بعد اكتمال البنية، أكيد بعد اكتمال هذه البنية الموجودة حاليا، هذه المشاكل الموجودة حاليا. إذا أنا أعرف متى أبحث عن الصعود على المدى الطويل، أعرف متى أبحث عن الهبوط على المدى المتوسط، وأعرف كذلك متى أبحث عن الصعود على المدى القصير. إذا
أموري واضحة، خارطة الطريق واضحة، أعرف كل الأمور، فقط يجب أن تكون لدي استراتيجيات للتداول. إذا إذا أردتم احتراف هذه الطريقة، إذا أردتم كذلك الحصول على استراتيجيات حصرية للدخول والخروج من الصفقات، يعني تعلمها، ما عليكم إلا استغلال هذا العرض، عرض بوم. الرابط مثبت في التعليقات، أول رابط، وفي صندوق الوصف أول رابط، اضغط عليه، تحدث معي مباشرة على تيليجرام، أنا الذي أجاوبك، وتبدأ رحلتك نحو 5% الناجحين. لا تنسوا في نهاية هذا الفيديو أن تذهبوا إلى الموقع beprowavetrader.com، فيه مقالات يمكنكم قراءتها وكتب يمكنكم تحميلها مثل الدليل الأساسي للشموع الياباني، تضغط عليه يبدأ الآن مجانا، تضع إيميلك الخاص وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم، وأنا لم أعرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة أو شهادة للأخ وسام على الدورة، دورة التحليل الموجي. بداية، في السابق كنت يعني مثل الكثير من الأشخاص أبحث عن دورة لتعلم من التداول والتحليل، وكانت أسعارهم يعني كثيرة مبالغ فيها، وكنت دخلت في العديد منها، وللأسف لم تحقق الفائدة المرجوة، وكانت عبارة عن إضاعة أموال. إلى أن أتى الأخ وسام بالعرض، وهو سعر دورتين دورة واحدة وهو $200، وقلت لي يعني أجرب، ودخلت الدورة. طبعا كانت الدورة مسجلة، والحمد لله رب العالمين، أنا اليوم محقق أرباح كثيرة بفضل الأخ وسام، وشهادتي هذه مجروحة ولا توفي الأستاذ وسام حقه. تعلمت في هذه الدورة الكثير من الأشياء، النماذج، كيف تتداولها، وكيف تقدر الموجات والزخم والعديد من الأمور، فهي دورة دسمة كثيرا. فعليك إذا أردت أن تلتحق بهذه الدورة أن تكون مستعدا للتعب والاجتهاد فيها. لا تسجل وبعدها يعني لا تستطيع أن تستمر في الدورة وتقول الأستاذ وسام دورته فاشلة، فهي تحتاج إلى استمرارية وانتظام وجهد، فكلما بذلت جهدا أكثر كلما ربحت. أنا يعني لا أخفي عليكم، استغرقت مني مدة يعني 6 أشهر تقريبا لكي أتقن الدورة وأفهم السوق، والآن أصبحت بنظرة واحدة أعرف ماذا سيفعل السوق وتغيراته كلها. فأشكر الأخ وسام على هذه الدورة، وأنا من المحظوظين الذين استغلوا وآمنوا بالأستاذ وسام، ولم يخيب ظني أنه أوصلني إلى درجة من الاحتراف. يعني حتى أنا الآن بخبرتي هذه البسيطة مع الأستاذ وسام أستطيع أن أصبح أستاذ وأعلم الناس. يعني الأستاذ وسام أعطاني خبرة كبيرة، تشكر على هذه الخبرة وعلى هذه الدورة أستاذ وسام. وأحث الجميع على الانتساب أو الالتحاق بالدورة، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.